ناخذ الـ clinical manifestations للـ type 2 اللي هي تتمثل بالـ hemolytic disease of newborn والـ autoimmune hemolytic anemia. بالنسبة للـ hemolytic disease of newborn هذا شلون يطلع؟ انه الأم تكون positive وابنها negative، فبسبب انه خلال الولادة الأولى ما حيطلع تأثير على الطفل، كل شيء ما يبين ولد سليم، بس الولادة الثانية إنه بعض الدم من هذا الطفل البوزيتيف راح يدخل إلى السيركوليشن مالت الأم، دخل السيركوليشن مالت الأم راح تتبلش تتكون ضده أجسام مضادة، أنتيبوديز راح تتكون ضده، يا أنتيبودي من يا نوع يقول أي جي جي، فمن تتكون ضده أنتيبودي راح يضل شنو هذا الأنتيبودي بالسيركوليشن مالت المذر. حملت مرة ثانية بالطفل الثاني، الدم مات الأم شيء طبيعي، كنا نعرف إنه يدخل للدم للطفل، ولا الطفل منين يحصل دم غير يجي عن طريق البلاسنتا؟ زين، وإحنا ماخذين بالمسبقة إنه الاي جي جي كان كروس بلاسنتا، اللي هو شنو هذا الاي جي جي ضد الدم مات الطفل، فراح يدخل للسيركوليشن مات الطفل ويبلش يسوي تريجرنج للار بي سي مالته، فيسوي له هيمولايتيك انيميا. طبعا هذه شنو تكون هيمولايتيك انيميا اللي تكون عند الطفل، نوبات تكون سيفير فتؤدي الى الاجهاض، نوبات تكون لا، فحسب شنو حسب كمية الاي جي جي اللي دخل للطفل راح تكون المانيفستيشن مات الطفل، يعني يا اما ينولد يا اما يجهض يا اما مثلا ينولد مريض. فحسب الاسم الثاني هذا الديزيز هو الارثروبلاستوسيس فيتاليس. هنا شو تقول؟ تقول انه مثلا الام حامل يكون فصيلة دمها A، ولد الطفل مثلا فصيلة دمها B، تقول ليش ما الدم هم يعني ليش ما تكون اجسام مضادة ضد دم الطفل؟ يعني هسه احنا كنا اغلبنا او يمكن كنا ايش مدري يعني مو مشابهين لفصيلة الدم مالت الام، ليش ما صار لنا احنا هم يعني انتيبودي ضد الدم مالتنا وصار هيمولايسيس ومتنا؟ لانه بهيج حاله الانتيبادي اللي تتكون ضد الار بي سي بهيج نوع تكون من تايب ام اي جي ام، واحنا متفقين شنو؟ متفقين انه الاي جي ام كانت كروس بلاسنتا، فبالتالي شنو؟ ما تطلع مانيفستيشنز، ما راح يصير تريجرنج للار بي سي مال الطفل ولا راح يصير له شيء. فهذا هو الفرق. احنا بلاد جروب اكو تقريبا 50 تصنيف لهم، يعني فاحنا اللي نعرفه هو الار اتش والاي بي او. بالار اتش سيستم تفرق السالفه، ليش؟ لانه الانتي بودي اللي تتكون بالار اتش سيستم تكون من نوع اي جي جي، فهذا الاي جي جي تقدر تعبر البلاسنتا فبالتالي تسوي له هيمولايتيك انيميا. اما بالاي بي او سيستم الامينوجلوبيولينز اللي تتكون من نوع اي جي ام، فهذا الاي جي ام احنا متفقين هي كانت كروس بلاسنتا فبالتالي الطفل ما بيشي. هاي شو هم ركزوا عليها. هنا شو تقول انه ممكن انتيبوديز اخرى تتكون بالارثوبلاستوسيس فيتاليس، يقول مثلا ان تي سي ان تي اي، بس ليس كمان لي يعني مو تكون في سيفير كومبليكيشن، انما الانتيبودي اللي خوفني اللي صار هو الدي تايب دي، فلذلك هو بعد شوي شو تقول لك بروفلاكسيس راح نعطيها الانتي دي امينوغلوبولين اللي هو هذا انتي دي امينوغلوبولين اللي هو الروغام. حتى شنو؟ والله بصراحه ما فهمت هاي شلون بالضبط دي يصير، بس اللي عرفت انه تعطيها انتي دي حتى بالمره الثانيه ما تتكون شيء زي هذا، ما يصير نفس العمليه يعني ما يصير لايسز للدم مات الطفل الثاني، فتعطيها هاي خلال اول 72 ساعة بعد الولادة، وكذلك تعطيها كبروفلاكسز اثناء الحمل لمدة 28 اسبوع. زين، وهاي قلنا انه كمية الانتهاية مهمة، شو هي ركزت عليها باليوم هاي، انه المانيفستيشن مات الطفل ممكن يكون يصير له ابورشن، ممكن ستيلبرن، ممكن يكون ب جوندس، ممكن يكون هيمولايتيك انيميا. علشان تعتمد على كمية الانتيبودي اللي دخلت له، اللي هي منين دخلت من المذر. زين، بس هاي واضحة. فقط شنو عندنا؟ الاوتوميون هيمولايتيك انيميا هاي اللي دي يصير بيها، من اسمها اوتوميون، يعني احنا هو الرياكشن عبارة عن انتيبودي انتي جين انتيبودي،
فهنا الانتيجين هو يكون سيلف، يعني هو موجود على، وبما انه هيمولايتيك انيميا يعني موجود على سطح الاي بي سي، فمعناه الانتيجين سيلف. تمام، الانتيبودي منين اجى؟ يقول ممكن برايمري، يعني ماكو ديزيز فتكون هذا الانتيبودي مباشره تكون. هاي بعد لا اكو هاي نناقشها حسب التايبس، هسه خلينا ناخذها كجنرال. فالانتيبودي قلنا بالاوتو من هيمولايتيك انيميا اكو فد انتيبودي ضد الانتيجين مات جسمي اللي هو موجود على سطح الار بي سي. زين، هذه الار بي سي اكو على سطحها شنو انتيجين، فراح يتكون ضدها انتيبودي، وهذا الانتيبودي حسب التايب راح نشوف منين اجى. طبعا هذا الشيء يكون السيمتومز، يعني هو راح يصير هيمولايتيك انيميا، يعني السيمتومز مات الانيميا اللي هي تتمثل بالمليز، الليثارجي، الويكنس، جوندس ممكن. زين، يقول نوعين هذا هذا النوع من الهيمولايتيك انيميا، نوعين، يقول الوارم رياكتيف انتيبوديز والكولد رياكتيف انتيبوديز. شنو الفرق بين الوارم والكولد؟ خلينا ناخذهن. الوارم رياكتيف من اسمه وارم، درجه حراره شويه تكون عاليه اللي هي تكون 37 سيليزي، هاي واحدة. ثاني شيء الميجر انتي، احنا مو قلنا بالتايب 2 الميجر اميونوغلوبولينز هي تكون اي جي ام واي جي جي، هنا بالورم الميجر 1 هو الاي جي جي. حلو، هذا الاي جي جي ايش راح يسوي؟ خلينا نرجع لنا نشوفكم الرسم. هذا تكون 37 سيليزي، الميجر 1 هو الاي جي جي، فهذا الاي جي جي من يلتم عليه يخلي الخليه تتحول الى سفيروسايت. هاي السفيروسايت من تروح بعدين تدخل للسبلين راح يصير لها الدستراكشن. فبالتالي شو يقول انه بالتريتمنت مات الورم، الورم شو اسمه، ورم هيمولايتيك انيميا، ورم رياكشن، انه شو يسوي؟ سبلين اكتومي. بس بالكولد لا، الكولد درجه الحراره قلنا تكون اقل من 30 لازم، بس الميجر بلاير مو الاي جي جي، لا هنا الام. فشي يسوي؟ يسوي لي اجلوتينيشن. هذا ليش سوى اجلوتينيشن؟ لانه الام قلنا احنا بنتامير، عنده 10 انتيجين بايندينج سايت وهاي، فبسبب انهم بنتامير راح شنو يصير؟ المانيفستيشن تكون عباره عن اجلوتينيشن. هاي واضحه، فخلي نكمل هيك. زين، هسه احنا عرفنا بالورم، عرفنا انه درجه الحراره 37، وعرفنا انه الانتيبودي هو يكون من نوع اي جي جي، والار بي سي ده تصير سفيروسات. بقالي شنو؟ بقالي اعرف انه هذا الانتيبودي اللي يتكون ضد الار بي سي منين اجي الانتيبودي. يقول نوبات يكون برايمري انتيبودي، يعني ماكو ديزيز، يعني انا جسمي اكو ديفكت بالجينات، هو اسمه أوتوميون، أكو ديفكت بالجينات، فهذه الأنتيبودي مدى تعرف أنه هذه الأنتيجينات اللي موجودة على الأر بي سي مال جسمي آني، فشنو تجي وتهجم عليها، هذا برايمري، يعني ماكو ديزيز. ثاني شيء يقول لا، ممكن تكون سكندري، يعني شنو؟ يعني أكو ديزيز صار، وهذا الديزيز من صار تكون ضده أنتيبودي. كنا نعرف شيء طبيعي، أي ديزيز يصير مثلاً فت فيرال إنفكشن، صار تكون ضد شنو؟ تكون ضد انتيبودي. بس هاي الانتيبودي شنو؟ ما عرفت انه الانتيجينات مال هذا الفيروس مشابه للانتيجينات اللي موجوده على سطح الار بي سي اللي هي سميناها الميمكري، موليكولار ميمكري. فبسبب هذا التشابه الانتيبودي تكون ضد الفيروس، وبنفس الوقت راحت وتكونت ضد الار بي سي. شلون سالفه البوست ستربتوكوكال جلوميرولا نفرايتس؟ نفس السالفه. هناش دي يصير مثلا يقول لك حالة الفيرال انفكشن، بحالة الانفكشوس مونونيكليوسيس اللي هي شو تسوي؟ هي شنو سبب هاي؟ سيتوميغالو فيروس والابشتنبار فيروس، يعني هم فيرال انفكشن، او بسبب الكرونيك او اكتيف هيباتايتس او اميونو بروليفراتيف ديزيز مثلا كرونيك لينفوسيتيك ليوكيميا لينفوما، او بسبب سيرتين دراجز ممكن تكون هذه الدراجز ممكن تكون شو يقول؟ تقول هذه الدراجز انه تكون absorbed onto red cells and are capable of stimulating antibody production، يعني تصير لها absorption من قبل الار بي سي، وبسبب هذا الابزوربشن راح يكون لها قابليه على انه تحفز تكوين الانتيبودي. فمن تكونت الانتيبودي شنو؟ راح تجي تهجم على الار بي سي. مثل ايش؟ مثل الادويه المعدده بنسلين، مثلا سيفالسبورين، سلفونامايد، ذني كلهن، مثل دوبا،
هني كلهن، او ممكن شو يقول هذا الانتيبادي يكون ايديوباثيك، يعني اوف اون نون اوريجين، فهنا راح يسويها ايديوباثيك اوتوميون هيمولايتيك انيميا. التريتمنت هي كورتيكوستيرويد حتى يسوي اميونو سبريسنت، حتى ما يخلي هذا الانتيبادي يهاجم الانتيجينز. والثاني يقول هو سبلينكتومي، هاي من تصير سيريس كونديشن، يعني تصير فيري سيفير هيمولايتيك انيميا. فهسه بالورم كملخص للورم شنو؟ درجه الحراره 37 هاي وحده. المين إيمينوغلوبيولين هو إيمينوغلوبيولين جي، وهذا إيمينوغلوبيولين جي راح يخلي الار بي سي سيلز فيروسايت، هاي اثنين. ثلاثة انه المفروض اعرف هذا الانتي بودي منين اجى، قلنا يا اما يكون برايمري يعني ماكو ديزيز وتكون، يعني اكو فد جينيتك ديفكت خلالي هذا الانتي بودي ما تعرف هذه الانتيجينات الموجوده على الار بي سي مال جسمي، او ممكن يكون سكندري انه اكو ديزيز صاير بالجسم، فد فايرال انفكشن، بكتيريال انفكشن، ليوكيميا ممكن، او دراج. هذا ال خلال بسبب ذن الكوسز تكونت انتيبادي، فهذا الانتيبادي من تكونت بلشت شنو تضرب الديزيز وتضرب الار بي سي وياها، فسوت لي هيمولايتيك انيميا. هاي ثلاث معلومات لازم نعرفها، وانه يقول لك نوبات الانتيبادي يكون اوف ان اوريجين فيسميها ايديوباثيك اوتوميون هيمولايتيك انيميا. والتريتمنت مالته لازم نعرفها انه كورتيكوستيرويد، لانه احنا قلنا قبل شويه ممكن تكون برايمري انتيبادي، يعني ماكو ديزيز وانما اكو فجينيتك ديفكت خلالي هذه الانتيبادي ما تعرف هاي مال جسمي، فاعطيها كورتيكوستيرويد حتى اسوي لها من 7%. والثانيه يقول بالسيفير كيسز انه اسوي لها سبلينكتومي. اما بالنسبه للكولد اجلوتينيشن، بالكولد اجلوتينيشن لا، هاي شويه تكون اخف من ذيك. درجه الحراره تكون 30 سيليزي حتى يسوي هذا الرياكشن. المين إيمينوغلوبيولين هنا يكون الاي جي ام اللي هو شو قلنا نسوي اجلوتينيشن. بعد يكون less common than الور كميته، يعني عدد الاشخاص less common، وغالبا ما يكون بالكبار اللي عمرهم خمسينات ستينات. زين يقول these are thought to be triggered by antigens، ممكن يكون بسبب الانفكشن، بسبب الميكوبلازما نيمونيا او الانفكشوس مونونيكليوسيس، هم نفس ذيك السالفة، او ممكن يكون بسبب لينفوسيتك ليوكيميا، هوجكن لينفوما، وهاي معددهن نفس السالفة. بالله شنو الجديد؟ ها، والتريتمنت هنا، التريتمنت هنا شنو؟ يعني هي سهلة، انه التفاعل تصير درجة حرارة 30 سيليزي وأقل. إذا شو أسوي؟ أرفع درجة حرارة المريض انه حافظ على حرارته، فبالتالي شنو؟ أما راح يصير هذا الرياكشن. بس شنو هنا؟ تقول انه هذا اللي من أرفع درجة حرارته وحافظ عليه وما يصير رياكشنز، المشكلة انه صار تفعيل للكومبلمنت، وهذا الكومبلمنت من يتفعل ما يعتمد على درجة الحرارة، فمعناها شنو؟ معناها راح يصير أكولايسز، يعني حتى من أرفع درجة حرارة حيبقى أكو هيمولايسز، لأنه الكيبلير هو كومبلمنت. فشو تقول؟ تقول إنه أصلاً أنت يعني إذا واحد مشخصة عنده هيك كولد رياكشن هيمولايتيك أنيميا، يعني أوتو أميون تكون من نوع كولد، إنه أصلاً توصي إنه يحافظ على درجة حرارته بحيث ما تهبط أصلاً، يعني بروفيلاكسز اكثر، يعني تكون المريض متوقع اكثر مما هي تريتمنت، حتى شنو حتى ما يبلش يدخل بدرجة الحرارة، لانه حتى لو وصلت 30 انت تبلش ترفعها ياخذ وقت لين ما ينتهي تفاعل الكومبلمنت. يعني مثلا هو درجة حرارة وصلت 30 وجيت اني مثلا اعطيته بطانية حتى يدفى، لانه هذا الرياكشن انا ادري بيصير ب30، يعني مو مباشرة ورا دقيقة ودقيقتين راح توقف الحالة، لا راح تستمر ممكن ساعة ممكن ساعتين بعد ما أني سويت هذه التدفئة إلي. ليش؟ لأنه أكو تفعيل للكومبلمنت، هي واضحة بس أنا ما أدري شكو جاي عيد. زين خلنا نوقف هنا.